شب حريق مهول قبل قليل من زوال يومه الاثنين بمحل صيانة وصباغة السيارات بحي العزيب، ما خلف خسائر مادية جسيمة وانفجارا قويا هز المكان. وحسب مصادر ليشوف تي في، فالنيران اندلعت بشكل مفاجئ داخل السيارة قبل أن تمتد لباقي أجزاء المحل، لتليها انفجارات قوية هزت المكان محدثة حريقا مهولا أتى على جل المحل وحوله إلى رماد بعدما التهمت ألسنة اللهب كل تجهيزاته، كما عمت الأدخنة منزلا يوجد فوق المحل التجاري، ما خلف حالة من الهلع والرعب في صفوف قاطنيه. وأضافت ذات المصادر أنه لحسن الحظ لم يخلف الانفجار المصحوب بالحريق أي خسائر بشرية باستثناء الخسائر المادية الفادحة التي لحقت المحل وتجهيزاته. وفور علمها بالواقعة هرعت السلطات المحلية وعناصر الأمن الوطني ومصالح الوقاية المدنية لعين المكان، وعملت على إخماد ما تبقى من النيران التي التهمت معظم المحل التجاري وتحول إلى ركام، بالرغم من محاولة عدد من المواطنين السيطرة على الحريق باستعمال وسائل تقليدية، غير أنهم لم يستطيعوا مجاراة قوة اللهب المشتعلة، فيما فتحت مصالح الأمن والسلطات المحلية تحقيقا دقيقا لمعرفة حيثيات وملابسة الحادث.